ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور وبروح الورائعين عقلب واحد أجمعين، حتى بتعبنا في البذل مستمتعين، متطوعين للغير متعاونين بالخير، نفيد حتى نستفيد كثير. البذل عادتنا، منه سعادتنا، بالحب نغرس والحصاد كبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الكرام، أهلا بكم وعبر هذا البرنامج لدروب الخير، دروب المحبة، دروب فعل الخير لكل من يحتاج، ولكل من يحتاج المساعدة والاهتمام والرعاية. نحن معكم في هذا البرنامج الذي هو منكم وإليكم، ومع حالات عدة، ونحن هنا وفي هذه القرية، قرية المحلة التابعة لمحافظة لحج، مديرية الحوطة. هناك العديد والعديد من الحالات الإنسانية من الأسر التي بحاجة للرعاية والاهتمام والالتفات إليها والنزول إليها لتفقد أوضاعها المعيشية وكيف تعيش هذه الأسر، خاصة في هذه القرية، القرية بالذات المعزولة عن كل شيء. هذه القرية هم بحاجة ماسة لكل من يحب عمل الخير أن يدعموا هذه القرية، وأيضا لسكان هذه القرية في المحلة. اللواء الركن أحمد عبد الله التركي، محافظ محافظة لحج، يعطيه الصحة والعافية، ينزل نزول الميدان إلى جميع القرى وجميع أيضا المديريات في محافظة لحج. إذن حديثنا لن يطول معكم أيها السادة المشاهدون، فتعالوا بنا مباشرة لنتعرف وإياكم حول هذه الحالة الإنسانية التي نحن ننزل إليها، وجميع هذه الحالات الدعم الرسمي لها هو وزارة الداخلية، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأستاذ المهندس أحمد بن أحمد الميسري، هو من دعم هذه الحالات الإنسانية. نقدم له الشكر والتقدير لدعمه لهذه الحالات الإنسانية. إذن لن يطيل عليكم الحديث، فتعالوا بنا مباشرة لنتعرف عن حالتنا الإنسانية لهذا اليوم في دروب الخير، ابقوا معنا. ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور وبروح الورائعين عقلب واحد أجمعين، حتى بتعبنا في البذل مستمتعين، متطوعين للغير متعاونين بالخير، نفيد حتى نستفيد كثير. البذل عادتنا. Thank you.
مشاهدين ونحن مع هذه الحالة الإنسانية نتعرف عليكم. اسمك أولا؟ عبدو أحمد قتيم. عبدو كيف حالك يا عبدو؟ أهلا وسهلا فيك. من هم هذون؟ أهلا سيد. إيش غرب لك؟ ابنك يعقوب. يعقوب ابنك؟ أيوة. وأنت؟ زوجتهم. أهلا وسهلا فيك. الله يسعدك. عاد الفضائية كيف حالك؟ رمضان كريم علينا وعليك إن شاء الله. كنت أعرف عليك. محمد. ابنهم. أهلا وسهلا فيكم. برنامج دروب الخير ينزل لهذه الحالات في محافظة الأحقة بالتحديد في هذه القرية قرية المحلة بالتحديد. نحن ننزل إلى هذه اختارتكم قناة عدن الفضائية لبرنامج دروب الخير وذلك لمناقشة وأيضا لمعرفة ظروف معيشتكم. ولد عبدو كم معك أولاد؟ أربعة. أربعة أولاد؟ أربعة. أولاد ولا بنات؟ لا أربعة أولاد اثنين بنات. أربعة أولاد اثنين بنات. مزوجين ولا غير مزوجين؟ واحدة مزوجة، ولد مزوج والباقي عدم. والباقيين عدم. يشتغلوا أولادك؟ أولاد واحد يشتغل والباقي يجلس. أنت تشتغل؟ لا جالس. جالس ما تشتغل؟ لا. كم عمرك؟ عمري 24 عام. دارس ثانوية؟ لا درسنا الصف الخامس بس. ما تشتغلش بالخالص؟ ما أشتغل، أشتغل كنت قبل رمضان الآن هذه الأيام جاهز ما الشغل. قبل رمضان إيش كنت تشتغل؟ أشتغل في مفرش خضرة. يعني على باب الله؟ أشتغل على باب الله. وتدرس؟ صف كم؟ سابع. صف سابع؟ كم تدرس صح؟ ايه. ما تشتغلش ما تخرجش تشتغل صح؟ طيب وانت؟ انا جالس. بس. تدرس كنت؟ صف كم؟ صف خامس. صف خامس؟ طبعا انا خلاص اروح بيتك. ما يعني ما تدرس ولا ما تدرس ولا تشتغل؟ انا عشان. طيب بيتكم يعني كم غرف فيه؟ هذا بيتكم اولا ملك؟ كلها غرفتين. غرفتين فقط؟ يعني اربع اولاد وتنتين بنات والاب والام في غرفتين فقط، غرفه للمعيشه وغرفه هنا غرفه للعروس وغرفه وغرفه لابنك المزوج فقط. كنا نجعل الضيف مشان الحليب ندور هناك ونخليه. المطبخ فين تطبخي فين؟ هذا بس نطبخ فيه هو. مش في معنى غيره. تطبخي لحالك يعني؟ ايوه. قلنا كل ما ليش ما توسعتمش بالمطبخ يعني؟ ليش ما توسعتمش من الامكان؟ مش معنى ذكو على صبان يا سيد من نهار ما كيف عاد نوسع به؟ لظروف معيشتكم. من فين انتم؟ من الحديدة. نازحين ولا جالسين هنا في لحق؟ يعني سكننا هنا في هنا. من متى ساكن هنا في لحق؟ في عام 2000. عام 2000 نزلتوا لحق؟ لا 18 سنه انا. وانتم صغار عندكم؟ هون هذول صغار هنا خلق هنا هذا دخلوا هنا في لحق. وانت اسرتك فين؟ في الحديده. ايوه ساكنين هنا. فين فين بالحديده؟ فين بالحديده؟ فين ساكنين؟ بين الشوارع. فين منطقه الصعيد؟ صعيد. وفيها حرب الآن؟ أيوة. مكانها الآن فيها حرب مستمرة. طيب تطمنوا على أسركم هناك في لحق الحديدة؟ تلفونات. وش كيف؟ الحمد لله اللهم لك الحمد. البيوت هناك تمام ما تضررت شوية؟ الحمد لله اللهم لك الحمد. أنت من لحق صح؟ ها؟ من لحق أنت؟ يعني كم لك عايش في لحق؟ لا قبل بعدي. بعد بعدي. يعني أنت في الحديدة بس سجلت هنا صح؟ بعد بعدي. هذا ساكن. تشتغل؟ اشتغلت في المزارع لما تعور خلاص وقعدت جالس. يعني صدمنا سيكل تعور. ايوه. خلاص جلست في جلسه. يعني الشغل دولة ما تشتغلش؟ لا دولة لا. خالص؟ لا مزارع بس. المزارع؟ ايوه. يعني كان مزارع؟ مزارع ايوه. ولين من فين تصرف؟ من فين المعيشة كيف يعني ظروفك؟ المعيشة الحمد لله يعني من الله سبحانه. ما كتبها الله سبحانه لنا قابلنا. الحمد لله. اها. يعني اولادك يشتغلوا هكذا؟ لا اولادي انا اللي انا شغال في البصله. وداهم انا محملون. محملون. وبناتك؟ بناتي واحده زوج واحده عادي. يساعدوك لكن؟ البنات شوف مش موظفين ولا شيء. يعني ازواجهم هكذا يساعدوك على الاقل يعني اللي تحسن؟ خلاص اللي زوجناها طال الله ينطره. باقي اللي معنا شباب انا لا شغاله ولا امه ولا شغل. يعني تفقدوا احوالهم هو يتفقدوا احوالكم؟ الحمد لله. أسرتك اللي في الحديدة تتفاقدوهم؟ ها؟ أسرتك اللي بالحديدة أهلك يعني بالحديدة تتفاقدوهم؟ لا
نزورهم احنا طبعا. انتم لقبكم لقب اليتيم، بيت اليتيم، ليش سموكم بيت الايتام؟ يتيم انا الاب والجد. يتيم سموه يتيم. بالحق يعني القبيله كامل يتيم. اليتيم. بيت اليتيم معروفه هنا في قريه المحله، معروفه وسميت لذلك للاب والجد لانهم توفي صح؟ صح فيهم. وكم عددكم؟ لا ما اقدر، اخواني اثنين. وساكنين معك هنا ولا في الحديده؟ الحديده. تتواصل معهم في الحديده؟ نتواصل. زورهم في الحديده؟ زورهم هنا. الحمد لله ما في اي حاجه. الحمد لله. كيف حالهم الان؟ بالحال تمام. والحرب هناك يعني ما تجيش عليهم الحرب لانه هم في قريه ولا في المدينه؟ لا هم برا القريه بادي. قريه بعيد يعني عن الحرب. بعيد الحرب. ما طلعتمش لعندهم يعني تزوروهم زياره لهيك للقريه؟ لا الحين في الطريق معكره وما قدرناش نطلع. الطريق لانه مقطوع، الطريق هكذا ولا؟ لا مش مقطوع يعني تمشي، بس تمشي مواصلات تجلس يومين. ليه؟ يعني الطريق اللي كان فيها الاوليه مقطوعه. يقول في الجبال وحرج بدون ما يعني بسبب الحرب. بسبب الحرب الان تعثرت الطرقات وذلك الان اصبحت المسافه بعيده، كانت المسافه من قبل قليله سقيه قصيره. بعيده. نعم بعيده من الدرس. تطمن على حالهم وعلى هكذا؟ هذا بالتليفون اقدر اتواصل معكم. في حد ضرر هناك في الحديده؟ لا الحمد لله ما في اي حد. حد قتيل ولا اي شيء ولا اي حد؟ الحمد لله. نسال الله السلامه ان شاء الله للجميع ولاهالي الحديده بالذات لما يعانونه، النصر ان شاء الله للحديده ولجميع المحافظات التي هي تحت ايادي تلك الميليشيات الحوثيه ان شاء الله. النصر لليمن باذن الله تعالى. لك ربنا خير ان شاء الله، على ان شاء الله. ان شاء الله يا رب العالمين ان شاء الله. اسمك مره اخرى؟ عنتر. عنتر عبده. يا عنتر ما تشتغل كنت في بسطه صح؟ والان مع رمضان وغير رمضان، بعد رمضان وهكذا بتشتغل؟ بعد رمضان برا دور الشغل، اما بشتغل لي يعني مساعد بلنا ولا مساعد نجار ولا خضره ولا خاص. قطاع خاص ما رحتش في قطاع خاص؟ لا قطاع خاص لا بشتغل. لا بشتغل هكذا باليوميه بس في اي مكان. برجع اشتغل لي بفراش ولا بشتغل في اي مكان بشتغل. بساعدوك مثلا منظمات، بساعدوك اي شيء احد؟ لا ماشي. انتم كشباب بحاجه للمساعده لمد يد العون وذلك لتشغيل الايادي العامله؟ نعم بس ما في مصانع ولا ايا كان؟ ماشي ولا احد. ماشي ولا لا في الشغل باليوميه بس في اي مكان هنا ولا بس. وانت كيف دراستك؟ الحمد لله تمام. ماشي بدراستك؟ ها كيف الدراسه؟ حلوه؟ حلوه صح؟ في لحق من يعني في هنا مدارس بالمحله ولا تنزل للحق؟ لا في المحله. فينا قريبه من الدراسه لها؟ وترجع كيف؟ مواصلات ولا؟ لا سياره. قريب قريب يعني سيارة سيارة. طيب كيف؟ فهم. نعم ظروفهم المعيشية معاناتهم كل ما يحتاجونه أنتم بالذات في محافظة لحجة في القرية هذه تعانون كثيرا. طبعا الحمد لله ما شاء الله. وهذه البقرة يعني هي مصدر دخلكم؟ البقرة أيوة هذه هي أقل إذا سلمها على شيء يعني. هي يعني مصدر دخل فقط لا غير. ولا لا توفر لكم أي شيء. نعم. هذه من المعاناة الإنسانية أيضا صورة من صور المعاناة الإنسانية التي ينبغي على الجميع الالتفات إليها، ينبغي على الجميع الاهتمام بها ولا سواء كان في محافظة لحج أو غير محافظة لحج. نحن نسأل نحن نتمنى حقيقة من محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد عبد الله التركي وهو طيب القلب حقيقة ورجل يحب الخير أن ينزل بنفسه إلى هذه الأسر. هو يتفقد بلا شك ولكن إن شاء الله سوف ينزل إلى هذه القرية، قرية المحلة وغيرها من القرى ولتفقد الأسر إن شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيكم. هل في يعني نزلت لك منظمات عقال حارة أقولكم ولا هكذا؟ أيوة في وقع منظمات، وقع منظمات وقع. أيوة. إيش أعطوكم عقال حارة؟ وقع أغنية وقع بر وقع حبوب وقع سكر وقع. مواد غذاء يعني؟ مواد غذاء يلا. يعني طيب ما نزلوش مثلا منظمات ولا اي شيء اخر او فاعلين خير لمنزلكم هذا لترميم المنزل لاتساع المنزل لانكم اسره مكونه كبيره جدا الاسره، فانتم يعني الان عايشين فقط في هذه الغرفه، يجب عليكم ان ايش توسعوا في المنزل بناء غرف اخرى ولكنكم ما لا يوجد لديكم المال صح؟ نعم. ما نزل لكم شيء منظمات ولا اي شيء؟ لا.
تناشد من المنظمات وأيد الخير أن يأتوا إليكم صح؟ لا 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 مسجلين بس منظمات حق مواثقة عليا بس. لكن إن شاء الله هناك من يحب فعل الخير أن يأتي لها مثل هذه الأسر، وذلك لاتساع هذه الأماكن المعيشية، لأن غرفة واحدة فقط لا غير، هم عايشين في هذه الغرفة، ويكاد المطبخ صغير جدا أن يطبخوا فيه، وأيضا لا يوجد فيه شيء. نتمنى من أيد الخير يعملوا غرف إضافية لهذا المنزل إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خير وكثر خيرهم. إن شاء الله بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. نعم. الوالدة عدنا لك مرة أخرى، تطبخي في المطبخ نفسك؟ أيوة أنا وعيالي. ولد تساعدك زوجة أخوك؟ أيوة تساعدني وبنتي. من فين هي زوجة ابنك؟ من الضالع. من الضالع؟ كم لمزوجة؟ عاد هذا أسبوع بهذا الجمعة. عاد أسبوع؟ أيوة. هذا غريب. كيف المعيشة هنا؟ في لحقة كيف؟ ما لها لحقة. تغيرت من الضالع إلى لحق؟ الحمد لله. الحمد لله على كل حال. نسأل الله أن يفرج عليكم إن شاء الله، إن شاء الله، وأن يكون معكم إن شاء الله. أنتم أسر بحاجة للعناية، بحاجة للاهتمام، بحاجة للدعم، بحاجة أيضا للالتفات إليكم مثل هذه الأسر. شكرا. الله يخليكم إن شاء الله. ربنا يعينك إن شاء الله. الله يعين الجميع بإذن الله في هذا الشهر الكريم إن شاء الله يا رب العالمين، ويعين الجميع بإذن الله تعالى. أمنيتك يا عنتر ماذا تتمنى؟ إيش تتمنى؟ ماذا أتمنى؟ زي إيش يعني تتمنى؟ تتمنى الخير؟ تتمنى إيش؟ أتمنى الخير. نعم أكيد الخير، أتمنى كل أحد يتمنى الخير والسلام إن شاء الله. والدعم أكيد. الدعم لي مثل هذه الأسر صح؟ نعم. وأنت إيش تتمنى؟ تنجح في مستقبلك صح؟ إن شاء الله. إن شاء الله. صح؟ من ناجحين. إن شاء الله. إيش تتمنى تكون في المستقبل؟ طيار. طيار؟ إن شاء الله. يعني بتكون سوق طائرة صح؟ إن شاء الله. إن شاء الله. إذا اجتهد وثابر وإن شاء الله تتحقق أمنيتك يا رب. إن شاء الله. بإذن الله تعالى. أمنيتك إيش هي؟ السلام والعافية من الله سبحانه وتعالى. والخير يا رب العالمين. والخير لنا والعبادة أجمعين. بالنسبة لي المياه الكهرباء موجودة معكم كامل؟ الحمد لله. الله مش منقطعة ولا أي شيء؟ الماء يعني قطع، حين يجي حين ما يجيش. إيش بس الحمد لله. كيف أيام المطر كيف تسووا؟ الحمد لله منها هذه. يدخلكم مطر؟ ماذا يعني على الماء الحمد لله، ما يكون خفيف الماء يمشي يدخل. تعانوا. آه يعني إن بين المطبخ داعي. أصلاً مش مصبر. إن شاء الله نسأل الله أن الفرق القريب بإذن الله. نعم كلنا. إيش تتمنى؟ بس الخير بإذن الله. لجميع الحلقة. وإيش تتمنى كمان؟ تتمنى إنه ربنا إيش يعني يلتفت إليكم، يعني أيادي الخير أنت تلتفت إليكم. ندعي الله سبحانه إن نتمنى الخير والبركة. بالفعل. نعم. وهذه أيام مباركة. وأيام بركة إن شاء الله. كل من بقلبه ضمير الحي أن يلتفت إليكم أنتم بالذات، ولعنتر بالذات، لأنه شاب من الشباب الطموحين، من الشباب الذين يريدون أن يعملون، ولكن لا تتوفر لديهم الأماكن لكي يعمل فيها. نحن نطالب باسمكم أنتم أسرة الوالد عبد الله بأن يتم استقطاب عنتر بأي قطاع خاص، أيضا للدعم لكم أنتم، التفات لكم من قبل السلطة المحلية، من قبل محافظ المحافظة، من قبل الدولة، من قبل أيا كان المنظمات، أو أيضا من قبل فاعلين الخير، أيادي الخير، أن تمتد لكم أنتم هنا في هذه القرية في المحلة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا إن شاء الله. أنتم اللي فعل الخير إن شاء الله، ولكم أيضا أنتم يعطيك الصحة والعافية يا رب العالمين، طول في عماركم يا رب. بارك الله فيكم، ويكون إن شاء الله بالله. إن شاء الله. بالله. وتتمنى أيضا إيش؟ أن تنتهي الحرب، وأن تعودون أيضا أن تزورون أهاليكم وتتفقدوكم. ندعي لهم الليل ونهار ينتهي الحرب، يكون أخواننا مرتاحين جميع العرب. ما ندعي البلاد بس، ندعي جميع البلاد. بالفعل أن تنتهي الحرب، وأن يعم الأمن والسلام في ربوع اليمن، وأيضا في جميع أنحاء العالم العربي بالفعل. إذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه حالة من الحالات الإنسانية التي نزلنا إليها نزولا ميدانيا، وتفقدنا عن وضعها المعيشي الذي تعانيه هذه الأسرة. مشاهدينا الكرام، نبقى الآن مع فاصل، من ثم نعود مرة أخرى، ابقوا معنا.
رقمك الهاتف؟ 734 734 66 3 مرات 3 7. ثاني مرة؟ 734 66 3 مرات 3 7. إذن أسرة عبدو هذا هو رقم هاتفها. نتمنى الخير للجميع. الحاج عبدو يعني أنت معك مواشي ما شاء الله عليهم وأيضا دواجن وهكذا، الحمد لله ربنا يجزي كل خير يا رب، إن شاء الله يفرجها عليكم يا رب العالمين إن شاء الله. وهذا المبلغ مقدم من وزارة الداخلية، مبلغ مالي مقدم من النائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأستاذ المهندس أحمد بن أحمد المصري، قدم لكم هذا المبلغ لك ولكافة الأسر ولكافة أيضا لكل من ننزل إليهم للحالات الإنسانية التي لا تلمس همومها ومعاناتها. كلمتك. جزاكم الله خيرا، جزاه الله خيرا، وربنا يعطيكم في الدنيا والآخرة. نعم إن شاء الله، يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. يعطيكم الصحة والعافية ويديكم ويحييكم الدنيا والآخرة. إن شاء الله. جنات عرضها كعرض السماوات والأرض عدة المتقين، فيا فاعلي الخير تقربوا إلى هذه الأسر وأيضا أنشروا فعل الخير لهذه الأسر وادعموهم وأيضا اهتموا بهذه الأسر الفقيرة سواء كان في لحج أو في عدن أو في كافة المحافظات، لأن الله عز وجل يجزي كل من يعمل خيرا في دنيا والجزاء سيكون من رب العالمين يوم القيامة. إذا مشاهدين في كل مكان وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحالة الإنسانية التي كنا وياكم، ومع حالة من محافظة لحج وبالتحديد من المحلة للحاج عبده وأسرته، ونلتقيكم إن شاء الله في حالة إنسانية أخرى من برنامج دروب الخير. حتى ذلكم الحين نشكر لكم حسن صغاي والمتابعة. هذه تحياتي أنا روى عصمت وكافة طاقم عمل هذا البرنامج لدروب الخير، وفي أمان الله أستودعكم. ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور وبروح الورائعين عقلب واحد أجمعين، حتى بتعبنا في البذل مستمتعين، متطوعين للغير متعاونين بالخير، نفيد حتى نستفيد كثير. البذل عادتنا منه سعادتنا، بالحب نغرس والحصاد كبير. ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور حتى بتعبنا في البذل مستمتعين.